لا والله
السلام على علي ابن محمد، السلام على الحسن ابن علي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم اجعلنا يا مولانا شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين، واستجب دعاءنا واشف امراضنا وارحم امواتنا واهلك اعداءنا وامنا في اوطاننا والف بين قلوبنا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.